ده كابتن بلال الف مبروك، فوز مهم في توقيت صعب. كابتن عادل عادل لا كابتن عادل لا خالص، كفايه هكمل خلاص كمان شويه. كابتن خلاص كفايه كفايه نسمعكم انتوا بقى يلا. الله يخليك. طبعا مبروك للنادي الاهلي. يعني بص في مباريات يا كابتن ايمن، يعني هي مباراه النقاط تمام. مباراه النهارده الهدف منها انك تكسب المباراه، الهدف منها انك تاخد الثلاث نقط، الهدف منها انك تخرج من المباراه سليم. بالظبط هو دي الاهداف بتاعه المباراه. الاداء الجمالي والاداء الحلو والتاكتكس والحاجات اللي انت نفسك تشوفها ممكن ما تكونش متواجده النهارده تمام، ومش بالضروري ان هي تكون متواجده النهارده، لان انت عندك مباراه اصعب بكتير واقوى بكتير واهم بكتير جدا جدا جدا. اعتقد من بعد صفاره الحكم وكل الترتيبات حتى ممكن يعني كلمه مبروك هتبقى ايه خفيف على السريع كده، طب يلا يا جماعه عشان ناهل نفسنا عشان نسافر، يلا يا جماعه عندنا مباراه صعبه جدا، يلا يا جماعه عندنا مباراه مهمه جدا، المباراه اللي جايه مباراه قتاليه، مباراه حماسيه، مباراه البطوله هي المباراه اللي جايه. فبالتالي انت بتلعب النهارده وداخل مباراه النهارده زي ما اتفقنا انك داخل تكسب الثلاث نقاط. مكسب مهم جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي، مهم جدا انك تكسب المباريات المؤجله، مهم جدا جدا، لان اللي فرق معانا في السنتين اللي فاتوا هي المباريات المؤجله اللي ما كنتش بتكسبها، دي اللي فرقت مع النادي الاهلي وهي دي اللي خسرتنا بطوله الدوري العام السنه اللي فاتت واللي قبلها. النهارده عشان كده بقول المباريات المؤجله مهمه جدا بالنسبه لك تكسبها. النهارده بقى الفرق بينك وبين الرقم 2 خمس نقط ولسه لك مباراتين بست نقاط. ايا كان الوضع، ايا كانت امكانياتك، ايا كانت قدراتك، احنا ممكن ما نكونش راضيين عن الاداء النهارده ممكن تمام، لكن اكيد راضيين عن النتيجه. اللعيبه اجهاد واضح، يعني زي ما احنا شايفين واضح ان اللعيبه مجهده، واضح ان المشوار كبير جدا والمجهود كبير اللي بيتبذل، ومن مباراه لمباراه، من بطوله لبطوله، من سفر لسفر، ده كتير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي. طب ده يقلق، في كمان خد بالك يقلق قبل ماتش سان داونز ولا بص خد بالك يقلق بعض الشيء، خلينا عشان نكون منصفين وصريحين، ده يقلق بعض الشيء تمام. تراكم الماتشات دي كلها كابتن ايمن ورا بعضها تخليك انت يعني انت كمدير فني كمان مش عارف تعمل ايه. طب النهارده انا كمدير فني لما اجي ابص على فرقه النادي الاهلي تمام، خلينا نتكلم بمنطقيه كده. انا عندي بره مين؟ عندي مجدي قفشه، عندي الناس اللي بتلعب يعني أيوه. عندي اليو ديانج، وعندي محمود كهربا، وعندي رامي ربيعه. طيب اغير مين في من اللعيبه اللي موجوده دي احطه اساسي تمام؟ أيوه. مكان اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب اغير مين؟ أيوه. يعني هتبقى عندك مشكله. طبعا هتبقى عندك مشكله كبيره مشكلة. جدا، ولو غيرت لعيبه كتيره هتخش في حته عدم الانسجام، اللعيبه اللي ما بتلعبش مع بعضها، واللعيبه اللي بقالها فتره كبيره غايبه، واللعيبه اللي راجعه من الاصابات. انت عندك مشكله كبيره جدا الاصابات، انت عندك اربع لعيبه من القوام الاساسي في النادي الاهلي مصابين، منهم اتنين فترات طويله. أيوه. اكرم توفيق وكريم فؤاد. اتنين اصابات طويله، والاتنين كانوا لعيبه مؤثره جدا في اوقات ما كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. عندك عبد القادر اصابه، حسين الشحات اصابه، عمرو السولية اصابه، عندك اصابات تخليك انت كمدير فني تفكر بدل المره ألف مره احط مين؟ هلاعب مين؟ مين الجاهز؟ مين الاقوى؟ مين الاحسن؟ مين اللي هيفيدني؟ مين اللي انا ممكن استخدمه النهارده؟ طب مين اللي انا ممكن استخدمه المباراه اللي جايه؟ يعني مشاكل كتيره في النادي الاهلي كان لها فوق المدير الفني طبعا. فانت النهارده الفكر الرئيسي بالنسبه لك هو ان ازاي اخرج من المباراه دي تحديدا بمكسب، وان ازاي اخرج منها بلعيبه سليمه عشان اقدر اكمل المشوار بتاعي. المباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا يا كابتن ايمن، يعني لكن احنا شايفين على ارض الملعب يا جماعه، يعني حرام اللي بيحصل في النادي الاهلي. يعني حرام لما تطلب انك تاجل مباراه من مباريات الدوري العام ويتقال لك لا عشان انت عندك ضغط في جدول الدوري. ما تحطها في اي وقت من الاوقات، ما انت السنه اللي فاتت دمجت الدوري العام بشكل كبير جدا جدا، عملت كنت بتلعب سبت واثنين وخميس، كنت بتلعب ثلاث مباريات في الاسبوع لو بتفتكر. احنا كنا في الاستوديو كنا تقريبا كنا بيتين هنا، بنيجي سبت واثنين وخميس، فاهم قصدي؟ طب ليه ما ترحلش خاصه ان انت عندك سفر؟ يعني النادي الاهلي عنده سفر، فبالتالي كان ممكن تستغنى عن مباراه النهارده برغم ان انت كسبت. يعني بقول الكلام ده بعد ما كسبنا كمان، مش بقول الكلام ده عشان حصل نتيجه سلبيه، كان ممكن النهارده ترحل مباراه المقاولين النهارده وتدي الاهلي فرصه انه يسافر بدري، انه يعمل استشفاء بشكل كويس، ان الراجل يصلح الاخطاء اللي موجوده، ان الراجل يشتغل على مباراه سان داونز، يشوف الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه سان داونز ويلعب عليها، ان الراجل يتفرج على الفرقه بشكل كويس ويدرس الفرقه بشكل كويس ويبتدي يحط نقاط القوه ويشتغل على نقاط الضعف. انت ما سمحتش للنادي الاهلي ان هو يشتغل بالشكل ده. انت لو في حاجه حصلت في مباراه سان داونز
فاعتقد الرابطه هي المسؤوله عن القصه دي مش اي حد تاني.